معنا عبر الهاتف رئيس التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين في المحافظات الشرقية عمر بن هلابي. أهلا بكم معنا أستاذ عمر، ما رأيكم بالرد الرسمي بشأن وجود انتهاكات مارستها الحملة الأمنية في مداهمات المكلا؟ أهلا وسهلا أختي العزيزة ومشاهدينكم. في واقع الحال هو تخبط، الرد هذا عبارة عن تخبط من السلطة المحلية لمحاولة تشويه الوعي لدى الشعب في حضرموت عما حصل. ما حصل هو يعني إخفاقات وأخطاء واضحة، بل تجاوزات تترقى إلى أن تكون جرائم بحق الشعب وبحق من يعتقله بهذا الشكل التعسفي، وتعتبر إهانة كاملة للكرامة والحضرمية بهذا التصرف الأرعن. حقيقة كان يجب على السلطة المحلية أن تتجه أولا لمحاسبة هذه مرتكبي هذه الأخطاء، لتهدئة الشارع الحضرمي ولرد الاعتبار لمن تعدوا عليهم بهذه الطريقة المقززة حقيقة، التي لم تحصل حتى في من القوات الصهيونية في فلسطين. هذه الاقتحامات لا نقبلها نحن في حضرموت على الإطلاق. يتحدثون عن أن هناك حملة أمنية، كيف بحملة أمنية تعتقل وخلال أقل من 24 ساعة وأقل بكثير من ذلك يطلع أكثر من 90% من هؤلاء يصبحوا أبرياء لا علاقة لهم بأي شيء؟ هل يعقل أن هذه حملة وأن هناك أوامر قهرية؟ هل الأوامر القهرية إذا طالت 90% بالأخطاء هؤلاء جميعهم في منازل مختلفة؟ وكيف بهذه الاعتقالات؟ نعم، هناك هذه التجاوزات لا يمكن قبولها في حضرموت يا أختي. نعم أستاذ عمر، هناك أيضا اتهامات لضباط إماراتيين بالوقوف وراء الحملة وتنديد من قبل المواطنين، في أي سياق نفهم هذه الاتهامات؟ هذا الواقع، هذا ما وصلنا من هم موجودين على الأرض، من اقتحمت منازلهم، من اعتقلوا، جميعهم أخذوا إلى الضبة وجميعهم تحدثوا بأن القوات غير حضرمية وهي في الغالب هي من أبناء الضالع ويافع وردفان الذين يدارون بالضابط المهيري في الضبة، وتوجيهاتهم أتت من هناك بهذه الاقتحامات. أخذ هؤلاء جميعا إلى الضبة إلى الريان للتحقيق معهم في سجون لا يخضع فيها ولا يدخل فيها إلا الإرهابيين، رغم أن المحافظ نفسه صرح في قناة الغد المشرق في نفس الوقت أن لا علاقة لهم بالإرهاب، وأن المعتقلين جميعهم يعني حسب ما ادعى أنهم لديهم مخالفات قانونية أو أوامر قهرية بإلقاء القبض عليهم. وهذا أيضا مشكوك في أمره، لو كان لدى المحافظ والسلطة المحلية أوامر قهرية فلينشروا القوائم، ينشروا قوائم الأسماء بالمطلوبين وينشروا قوائم الأسماء بالذين اعتقلوهم لنرى الحقيقة. أي الحقيقة أن هذه تجاوزات ويجب محاسبة الجميع، وعلى رأس هؤلاء الأخ المحافظ للأسف الشديد الذي تجاوز في حدوده كثيرا عندما أمر. كيف تقرؤون أستاذ عمر، كيف تقرؤون موقف المكونات القبلية والاجتماعية من كل هذه التجاوزات؟ في الحقيقة أنا يعني محبط من موقف القيادات والمشايخ والرموز الحضرمية حتى الآن، لأنهم حقيقة لم أسمع إلا رد بسيط من الأخ سلطان التميمي الأمين عام المساعد لمرجعية قبائل الوادي والصحراء، أما البقية لحد الآن للأسف الشديد صامتين. الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي يتحمل العبء الأكبر، وهو ما طالبناه بأن يصدر مباشرة بإيقاف المحافظ وإيقاف قائد المنطقة الأولى وقائد لواء رشيد وإيقاف يحيى قالب الشعيبي المحامي المبعوث عيدر الزبيدي الذي أتى وجمع المنطقة العسكرية الثانية جميعهم بعسكريهم وبدأ يوجههم بأمور يريد أن ينفذها بحضرموت، وهذه أول خطواته وهي محاولة إذلال وتركيع الحضارم لإخضاع حضرموت لما يريدونه في المجلس الانتقالي الجنوبي. ولذلك نحن نتوقع من الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أن يبدأ يتحرك بشكل واضح، ما عدا ذلك فأنا أعتقد أن هناك مخطط خبيث لإسقاط حضرموت وبرضا وتوافق مع العليمي كما أصدرت شبوة. نعم، إذن كان معنا عبر الهاتف رئيس التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين في المحافظات الشرقية عمر بن هلابي، شكرا جزيلا.